السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لكم، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. انهار السقف فوقهم أثناء الوردية، إصابة 7 عمال بشركة النصر في المحلة. خبر بيقول شهدت شركة النصر للصباغة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية النهاردة يوم الاثنين إصابة 7 من العاملين بالشركة بسبب سقوط وانهيار جزئي لأحد الأسقف بأحد مباني الشركة عليهم بشكل مفاجئ خلال خروج الوردية الأولى. كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطار من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم أول المحلة والأجهزة التنفيذية إلى مقر الشركة. تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين انهيار جزئي بأحد أسقف أحد مباني الشركة خلال خروج الوردية الأولى اليوم، وذلك بشكل مفاجئ ما تسبب في إصابة نحو 7 عمال بجروح وكدمات وسجاحات، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم. ومن جانبه قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية للفحص المبنى محل الواقعة فنيا والتأكد من مدى سلامته وأسباب الانهيار السقف وإعداد تقرير شامل اتخاذ القرار المناسب نحو الواقعة.